خلوني محامي الشيطان تمام؟ يلا هسه اثنيناتكم طابقين ويا شيخ سطام والحلبوسي ما عنده حد ويانا بالحلقة. لا الحلبوسي باقي دقيقة دقيقة أنا ما قال لك الحلبوسي مو زين. لا 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 قصدي أقول لك بالقضية بالقضية طابقين ويا شيخ سطام. جاوبك أستاذ قحطان الحلبوسي ما هو علي أكو زواغير أمور ما حد يعرفها. الحلبوسي اشتغل والحلبوسي ركض والحلبوسي كاوم بالبرلمان وجاب موازنات واشتغل وبنى واشرف وسار من صار محافظ من صار رئيس برلمان واكو قوه سياسيه مسلحه وقف بوجهها اذا سايسها على مود اهل الانبار واهل العراق. الرجل اشتغل لا تبقس العالم. بس شو اقول لك وين نقطه الضعف و100 مره قلت له يا ابو يوسف هاي الشغله دير بالك منها. اكو ناس داير ميدوره نوبات يطون استشارات مو صحيحه ولا الرجال اشتغل والرجال دا يشتغل ودا يكون وبنى واكو فاسدين طيح حظهم وسجنهم واكو مدراء دوائر يدري قالوا حسام شالهم من وراء بوقهم ومن وراء فسادهم. الرجال اشتغل الله البوس اشتغل. بس انا اقول لك اكو بعض الشغلات يعني تقهرنا. انت الان تقول الحلبوسي عنده هفوات من وراء المستشارين من بعض المقربين والنواب والمستشارين ولو ترجع الحلبوسي باو عليه والله قميصه يعطيك اياه والله يقطع اللقمه من زرد وما نعرفه احنا الرمادي يقطعها من طيبه نفسه ونفس ابوه ناس كرماء يشيلها من حلقه ويعطيك. بس يا اخي بعد ال 18-19 اكو ناس دخلت بي انا اعرفهم ودزيت له خبر وحكيت وياه وقلت له ترى فلان وفلان 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 ترى مو اليك ترى عليك ترى مصالحهم الشخصيه من باعوا المطاحن من باعوا المصانع من قام يحكون باسمك ولا تسالني بعد اكثر. لا 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 هسه انا راح اسالك بالعكس اولا انا اشكرك على انصافك تمام وتحاول قدر الاستطاعه تكون منصف